عليكم مشاهدي محمد يا برس، ديما برنامج صباح الخير. إذن اليوم الانطلاقة غادي نقدر نقولوا بدء التجربة في انتظار الانطلاقة الرسمية يوم الاثنين. على العموم نقدر نقولوا حتى هذه انطلاقة بالنسبة للحافلة الجديدة بمدينة المحمدية. إذن كما كتشوفوا بالصورة هذا الخط ديال 900 اللي كيدي لمدينة الدار البيضاء. المحطة اللي كانت واجهوا فيها بطبيعة الحال هي المحطة اللي كنا فيها البارح، وكنا كنتمناو صراحة يكون واحد الإصلاح من طرف الجماعة ديال المحمدية، خاصة وأنه سمعنا أن البارح رئيسة الجماعة بحضور السيد الباشا وعدد من المصالح بجماعة المحمدية داروا زيارة تفقدية للمحطات ديال الحافلات اللي غادي ياخذوا الانطلاقة للخطوط ديالهم في باقي الأحياء. بغاو يشوفوا من خلال الموقع الرسمي ديال جماعة المحمدية، شفنا هذا الخبر هذا واللي كان معزز بالصور ومقالة إخبارية كتقول على أن رئيسة الجماعة البارح تفقدت المحطات. ولكن ملي كنقولوا أنها تفقدت المحطات وقبل ما يجي الحافلات هاو ما جا، ولكن بقي الدار لقمان على حالها كيف ما كتشوفوا بالصورة. عيب وعار، والله إلا عيب وعار هادشي اللي كنشوفوه. واش خرجوا باش يتصوروا هاد الناس هادو؟ هذا هو السؤال، واش خرجوا باش يتصوروا فقط؟ اذا فين هو الاصلاح؟ واش الجماعه ديال المحمديه كتسوار شدي عندك كتسوار تعفك؟ واش الجماعه ديال المحمديه واش ما فيهاش عمال ديال النظافه وعمال ديال الاشغال العموميه على الاقل غير هاد المهاده؟ غير يحيدوه في اهم نقطه في مدينه المحمديه ديال الحافلات اللي هي المحطه ديال 900 اللي كتدي للمدينه ديال الدار البيضاء. الناس اللي كيمشيو للمدينه ديال الدار البيضاء بطبيعه الحال كيمشيو لادارات عليا، راكم عارفين كل شيء، خاصه المحطه نقيوها ونقادوها بحال جميع المحطات بمدينه المحمديه. والمشكل ديال هذه المحطه راه بحالها بحال المحطات الاخرى، راه كل شيء بحال. هانتوما كتشوفوا هذا النموذج دابا، هانتوما شوفوا حافله جديده اللي كتسوى الملايين. حنا ماشي كنشكروه ولا نطبلوا لها ولا نزمروا لها، ولكن حنا كنتكلموا بصفه عام لمدينه المحمديه، راه كنتكلموا حتى على السيارات اللي كيدوزوا من الشوارع ديال مدينه المحمديه، كنتكلموا على الدراجات. هانتوما كما كتشوفوا دابا هذه الحافله ديال 900، هانتوما شوفوا شفتوا كل شيء، شفتوا من تحت هاو بدا كيتكرفس من النهار الاول من خلال الرويد ديالو، من خلال هاد الازبال وهاد النفايات اللي كتطلع ليه. راه حشومة رئيسة جماعة المحمدية خرجي تخدمي، راه ما تخرجوش باش تصوروا، ما تخرجوش باش تصوروا. ها هو حافلة أخرى، هانتوما حافلة تما ولاو كثار المحمدية، تمشي حافلة تجي حافلة، ولكن أش غادي فين هي هاد النظافة وفين فين هو هاد الاهتمام؟ خرجتوا البارح درتوا واحد الزيارة تفقدية للحافلة للنقاط ديال الحافلات، ولكن فين هو الإصلاح؟ فين هو الإصلاح؟ عيب نخرجوا باش نتصوروا، خاصنا نخرجوا باش نخدموا. فوالا هانتوما كما كتشوفوا بالصورة، تعال قرب معايا. واش ممكن صورتم؟ لا صورنا صورنا. مرحبا. لا مرحبا. إذا اللي كنتمناو من رئيسة الجماعة ديال المحمدية، وغادي نبقاو ماشي غادي نقول تمناو، حنا كنأمروها أنها دير الخدمة ديالها، لأن كان الأمال ديالهم كانت المتمنيات ديالهم أنهم يوصلوا لهذا الكرسي، ولكن من وصلوا ليه ولاو باغيين يخرجوا باش يتصوروا. اذا البارح رئيسه الجماعه دارت زياره للمشاهدين اللي انضموا لنا الان في المشاهده، البارح الرئيسه ديال جماعه المحمديه دارت زياره تفقديه رفقه السيد الباشا وعدد من المصالح باش يطالعوا على الحاله ديال المحطات اللي غتنطلق من الحافلات الجديده، ولكن بقيت دار لقمان على حالها كما كتشوفوا بالصوره. اذا فوالا الحافلات راه كتشوفوا راكم شفتوهم في بدايه هذا المباشر هذا، وغادي نبثوا لكم واحد البرنامج هذا المساء عبر قناتنا باليوتيوب بخصوص هذه الحافلات والخطوط فين كيمشيو على صعيد عماله المحمديه وايضا الاثمنه ديالهم. اذا احنا العمل ديالنا كنقوموا به، ولكن الجماعه خارج التغطيه، راه كنقولوها يوميا كنقولوها وغادي نبقاو نقولوها اليوم وغدا وبعد غدا. الجماعة ديال المحمدية المكتب الجديد جاء من أجل التغيير، جاء دابا بقات 6 شهور، ولكن بقات غير 4 شهور، هما منين جاو كانت بقى 6 شهور، دابا شهرين اللي دازت
لا أثر لهم على أرض الواقع بمدينة المحمدية، لا إصلاحات، الكلاب الضالة عاد غادا كتزاد، الشوارع والحفر عاد كتزاد، البرك المائية غادا كتزاد، المساحة الخضراء غادا كتكرفس. إذا ما الجدوى من هذا المجلس، من هذا المجلس البلدي الجديد؟ راه ما بقاش جديد، راه ولا قديم، راه داز شهرين بحكم أنه فقط بقى ليه واحد 6 شهور ديال الاشتغال. إذا كان هذا بث مباشر عاجل. احنا بطبيعة الحال كنا ضمن برنامج صباح الخير يا فضلاء، كنا غادي نمشيو لنقطة أخرى، ولكن التصادف ديالنا اليوم مع الحافلة الجديدة اللي غادي نشوفوها في بداية هذا المباشر، كنا مضطرين أن نديروا هذا اللايف على أمل أننا غادي نديروا مباشرات أخرى من نقاط سوداء بمدينة المحمدية، وكنتمنى يكونوا نقاط منيرة، نقاط حسنة اللي نبينوها للسكنة المحمدية والجالية ديال المحمدية والسياح اللي كيبغيو يجيو لمدينة المحمدية. كنتأسفوا للسياح ديال مدينة المحمدية للأسف. شكرا.